المسافرون اليوم يواجهون اضطرابا كبيرا في محطات القطارات، حيث بدأ الآلاف من عمال السكك الحديدية سلسلة من الإضرابات. هذا الإجراء جاء بعد فشل النقابة العمالية البريطانية للتوصل إلى اتفاق مع عمال السكك الحديدية. هؤلاء العمال يطالبون في محاولات عدة بزيادة أجورهم لمواكبة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود في ظل أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة. عمال السكك الحديدية بالإضافة إلى الممرضات، سائقي سيارات الإسعاف وعمال البريد والمعلمين، كلهم يخططون لخوض إضرابات للمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم.